المشكل اللي وقع لي هو انني ولدي تزوج فاطمة دوش صار العسل في اوروبا، قال غادي ندوزها في الاماكن المقدسه في المدينه المنوره، عرض عليا وعرض على بات مراته وقال غادي نديهم نمتعهم. مشى طلب الشركه قال لهم بغيت غرف يكونوا قابلين مع المدينه، لانه هو كان بعدا في العمارة كان قبل بحال 5 شهور مشى بوحده بدون زوجه. قالوا لي كاين حتى مشكل، كان لحد الان كان الاستقبال كان مزيان، عطاه جوج غرف ولكن بثمن طبعا زايد، ماشي ثمن عادي، يعني لان حقيقه يعني كيقول لك ستي حاجه يعني خصك طلبتي الشروط، يعني انا معاهم ما نقولش لا. المهم عطاه ثمن زايد، مشينا للمطار لقينا قالوا لنا تمشيو في 8 قسم كنت تما، وطول الاقلاع حتى لوحده قسم. ملي مشينا تما كنلقى السيد المدير اللي قال لي صافي راه في امان الله سي خليل العمري. قلت له غريب يعني جميل، لما الشركه يمشي معنا مدير ديال الحج والعمره يمشي معنا شيء طبيعي. قال لي لا انا غادي لمصر. شيء طبيعي يعني باقي كل شيء مزيان، الى حد الان باقي كل شيء مزيان. دخلنا للمطار مشينا لونجستريمون، ملي مشينا لونجستريمون ولدي ومرتو باها تعرض عليه شافوا دخلوا الاورديناتور مزيان سي بون. ملي دخلت هنايا طبيعي عطيت الباسبور ديالي عطيته وخا قال لي الحاجه انت ما كاينش. قلت له لا كنضحك انا صحاب لي كيبتسم. قلت له لا ما يمكنش، حنا اربعه مقطعين في نهار واحد وفي ساعه واحده وفي دقيقه واحده وشيك واحد شيك واحد اللي مخلصوش. قال لي لا ما كاينش اسي الحاج. قلت له ما يمكنش. قال لي هذا الشيء اللي عندي وانا جبت ليه الورقه. قال لي لا الورقه شيء والورديناتور شيء اخر، احنا اللي عندنا احنا كنسيو الورديناتور. قلت له علاش ما غنمشيش؟ قال لك ودي انا ما عنديش، انت ما بروغراميش ما عندكش هذا. هزي التليفون عيط ديك الساعه كان المدير ديال لاجونس ديك لاجونس. قلت له سي خليل راني يا ان بروبليم انا راه معني باش نمشي. قال لك ما كايناش بلاصتي في الطياره. قال لي لا ما يمكنش. قلت له واش في كوريا هذا المشكل؟ قال لي لا انا فتحت حديت الخط ديال الديوانه وديال الامن ما نقدرش نخرج وما عنديش مع من نهضر، هذه دابا حنا سامدي. قلت له انت كتقول لي اليوم تلاقينا كتقول لي جي بكري وجي في 8 وبصيله كذا وما عرفش بما انا ما كاينش، يعني حقيقه زعما يعني شيء ما كانش واحد في لاجونس اللي كان اللي يكون معنا ما كانش واش نسمي لاجونس صافي راه تعرفات ما كاينلاش. قلت له غدا يمكن. قال لك تاخذ الطياره عامره ولدي ومراته. قال لك الا ما كنتيش غتمشي بابا ما غنمشيوش حنايا. دخلوا بعدا هما ملي دابا ومباركي ودخلت الشنطه ديالي اوريزمون. واحد الوقت بان لي واحد ملي ما جاوبنيش سي خليل هزيت التليفون عيطت للسيده مدام رويسي. قلت لها باش زعما نحكي ليها اش وقع، تعتقني تعتق الموقف راني بديت كان تعصب وبدا الوقت كيوصل. ما جاوبتنيش لا في المكالمه الاولى ولا في المكالمه الثانيه ولا المكالمه الثالثه. ثلاثه المكالمات زائد المكالمه ديال السيد قال لي ما عادش كندير. هنا وليت كنحس يعني واحد 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 الخيبه واحد وبدا النيار العصبي كيطلع. انا ديابيتيك بعد انا كندير 4 انسولين 5 انسولين بار جور، ثم انا ندير عمليه القلب. انا يعني ما عنديش حق نتعصب مثلا كذا زيد على السكر زيد وزيد على اي قال لي واحد السيد في الامن الهام دوك لبس جيت عندك الله يخليك باقي هنا مازال كنقلب على السلم. قلت له الله يخليك اجي يهضر معايا مع الناس يحاولوا يعطوني بلاصه. مشى عندهم قالوا لي حنا ما عليناش، حنا ما عندناش فورديناتور يمشي لاجونس. انا ما عرفتش لاجونس واش لاجونس ديال الاصفار او لاجونس ديال او لاجونس ديال لاغام. ملي مشينا قال لك ما عندناش البلاصه ما كاينش. انا التليفون زيد التليفون واحد دوك واحد ويقول لي الله يخليك لما تخرجوا هضر برا. قال لي بواحد الطريقه ديال كيقولوا جاب العيد كيقولوا المصريين الخل على الخميره. انا في ديك الحاله صافي جي بير دي كونترول كيف كنقول لك. ما بقاش واحد اسمه الحاج يونس اللي كيهضر ولا واحد يعني واحد اخر راني
اي واحد يكذب عليك اللي كيقول لا ما كانش ولا ما كانش كنتي تبرد ما كنتي تبرد قول لهم اللي قال لك اذا بارد يدير فيها يديه يعني غادي مجموعه يقول لك ما كاينش بلاصتك. وملي قلت له على السبب قال لك ودي كانت خرجت طياره 767 تبدا 737 لا راه ولكن انا مالي وما لا راه حنا عاطين ثمن زايد. دونك واحد الوقت وليت حاله يعني صافي هيستيريا كان غوت اعتذرت الاخوان اللي هما اللي ساندوني في المحنه ديالي في جميع انحاء العالم ساندوني. درت داخل اول مره في حياتي كندير لايف كنعرفش لي انا كاع وراني شي حد في المطار قال لي هاك ما كنعرفش كيفاش نديرو هاد الاعتبار رجع لي صحتي مشات. انا كنهضر معاك وصابر ديبرسيون نيرفوز ديبرسيون يعني نيار عصبي كبير وقع ليا. انا واكلها مزيان كنيت دقه مزيان ولكن هما كيقول لك المحامين داروا لي ثلاثه هاك المحامي قال لك لا جاو طوعوا محامين الحمد لله الناس اللي ما كيبغوش الظلم قال حنا كنطوعوا باش ندافعوا عليك يعني هكذا يطوعوا وقالوا اش غادي نديروا صعيب دابا باش ندوز طريق باش الصلح خير. وكنقول القضيه اللي كتب لك الله هي اللي كاينه الا كنت غنمشي للحبس على قبل سيدنا محمد زياره ديال هكذا وغادي نمشي للحبس بغاو يدخلوني ماشي غنمشي بغاو يدخلوني حيت ما بغاونيش نمشي للحج وما بغاونيش نزور وما بغاونيش وما بغاوش ما بغاوش غادي نكون مفتخر نمشي لان انا ماشي احسن من دين سولمان ديال لا كان في الحبس. وقل لا يصيبكم الا ما كتب الله لكم وانا يا شنقول لك تمسك بالله لو كنت غادي فرنسا ولا اسبانيا ولا بلجيكا ما نمشيش الحمد لله تساري شفت ولكن داك المقام بغيت نمشي ليه في ديك اللحظه ما نمشيش مخلص واحد العدد واحد المال مخلص عيودي باش نمشي يومين للمدينه غير طبيعي. شكرا.